إلقاء السلام واجب قبل أن تتكلم. وذلك عليك الإنسان السلام ترد عليه. بمثل ما سلم أو تزيد. جستو اللي سلام غريو ٹھیک تستي جواب دي واتيو بتاري پڑا جواب دي. نعم كذلك تصافح الرجال يصافح الرجال والنساء يصافح النساء. رئيستي غري تيتي بلا جنس منچلي دوغني منچلي دوغني منچلي سنا اي مي منچلي اي مي منچلي سنا حق ملا. لا تصافح المرأة الأجنبية هذه كبيرة. र अजनबी औरत और जो छन अजनबी आए मेरे छन तिनीहरु सँग मसाफा गर्नु हुँदैन यो जायज छ. نعم كذلك من الآداب والأخلاق الإسلامية الآداب عند دخول المسجد. हाम्रो इस्लामी आदाब मा एउटा मस्जिद मा दाखिल हुने पनि आदाबहरु बताइए. يقدم الرجل اليمنى عند المسجد وعند المنزل. مسجد ما داخل هداكلي سب بندا پہلا دایاں کوٹا اگاڑی راکھنا پڑسا. واليسرى عند الخروج. باہر نسکیدا کلی بایاں کوٹا پہلا نکالنا پڑسا. نعم تذكر الله عند دخول المنزل. را گھر ما پانی داخل هداكلي دعا پڑھنا پڑسا. تسمع عند الطعام. بسم الله پڑھنا پڑسا کھانا کھانے کے بعد. وعند الشراب. پانی پینے کے بعد. تاكل مما يليك. لا تعيب الطعام ان اردت هذا الطعام تاكل والا لا تتكلم عن الطعام تترك خانا من پرے بنے کھانی من پرے نہ بنے چھوڑ دینی تسکو بارے میں کئی پنی نہ راملو کرو نہ بنے کہ اس تو چھا اس تو چھا خراب بار بنے. نعم ايضا الاصل ان المسلم يبتعد عن الكبائر يبتعد عن الشرك اكبر واصغر الكبائر والمحرمات. र मुस्लिम माथि यो अनिवार्य छ कि जुन ठूला ठूला गुनाहहरु छन् वा शिर्कहरु छन् यो सबैबाट आफूलाई बचाओस् टाढा राखो. अल-कذب झूठो र बोलो. يلتزم الصدق لا الكذب. मान्छेले हमेशा साँचो बोल्नु पर्छ. الغيبة النميمة ذكرك أخاك بما يكره. कसैको बुराई उसको पीठमा साइन गर्नु हुँदैन. आओ يذكر أخاه بما ليس فيه. र यस्तो पनि त्यसमाथि तुलना गर्ने जो उसमा छैन यानी कसैमा तोहमत नगर्नु.